Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة Formation et Emploi, votre chaîne de réussite. كيف العادة قبل ما نبداو كنطلبوا من الناس اللي مازال ما اشتركوش معنا انهم يشتركوا في القناة ويضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. الحلقة ديال اليوم هي غادي تكون على سلسلة الحلقات المخصصة للبحث عن العمل وبالضبط الحلقات المخصصة لا بروميير ايتاب اللي هي لو بيلون دي كومبيتونس او لا حصيلة المهارات. في الحلقة السابقة شرحنا شنو هما المراحل الأربعة التي يجب احترامها الى بغينا نديرو حصيلة المهارات ديالنا، وقلنا ان حصيلة المهارات هي شيء مهم جدا باش كنقدروا نعرفوا شنو هو المشروع المهني ديالنا ونفتحوا الابواب قدامنا. اذا هذه هي اول مرحلة في البحث عن العمل. شرحنا ان هناك كيف ما قلنا اربع مراحل اساسية اللي كنبغيو نديرو هذه الحصيلة ديال المهارات بوحديتنا، وقلنا أول مرحلة هي لو دياغنوستيك اي لاناليز، يعني كنقوموا بعملية الجرد وكنقوموا كذلك بعملية التحليل. جرد ماذا؟ جرد الكفاءات، جرد المحفزات، جرد نقاط القوة ونقاط الضعف ديالنا. اليوم غادي نوريكم براتيكمون، يعني بطريقه تطبيقيه، كيفاش انت في البيت ديالك او لا انت في البيت ديالك تقدروا ديروا هاد العمليه هذه. اذا اول حاجه غادي نشوفوا هاد لو طابلو اللي قدامنا، غادي تستعملوا لو ميم طابلو. هذا سي ان اكزومبل بروفيسيونيل، يعني هذا كنخدموا به بطريقه مهنيه. حنا شخصيا كنقدروا نخدموا به كمختصين ومستشارين في الميدان. اذا هاد لو طابلو هذا كيف ما كتشوفوا فيه 3 كولون. لا كولون الاولى فيه جي في انيميراسيون ديكسبيريونس، يعني كدير جميع لي زيكسبيريونس اللي عندك، التجارب اللي عندك، سواء دي ستاج او لا دي زيكسبيريونس ريال في الخدمه او لا ميم دي فورماسيون او لا شي دي فورماسيون اللي ماشي بالضروره يكونوا في الميدان ديال الدراسه، ولكن مثلا دو لا فورماسيون كونتينيو اكسيتيرا. دونك كدير لي تاش اولا لي زيكسبيريونس. فهاد لي زيكسبيريونس كدير كل اكسبيريونس كديرها بوحدها في لين، وكدير شنو هما لي تاش اللي كنتي مكلف بيهم. يعني مثلا انا دوزت ان ستاج مع لا سكرتير ديال لو ديريكتور ديال واحد لونتربريز. اذا ليكسبيريونس هي ان ستاج دون لو افيك لو سكرتاريا مثلا. هاد ليميسيون شنو ليميسيون اللي كنت مكلفة بهم؟ مثلا غادي ندير انه كنت كندير لا سيزي دي دوكيومون، كنت كندير لاكوي دي 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 فيزيتور او دي كليون. مثلا كنت كندير لورغانيزاسيون دو لاجندا دو ديريكتور اكسيتيرا. داكوغ، هادو كنشوفو شنو هما ليميسيون، يعني شنو المهام اللي كنتي مكلف بها اللي كنتي كديرها، كتدير الجرد ديالها. لا سيلول اللي مقابله اللي تابعه لا كولون الثانيه كدير كيف تو ابري، شنو هما لي كومبيتونس اللي تو ابري من هاد ليكسبيريونس. دونك هنا كتبدا دير كيسك تو ابري، سيتادير انا مثلا كندير بلاص درت لا ميسيون ديالي كانت لا سيزي. هنا كندير اون كومبيتونس اللي شي حاجه تكون كونكريت، يعني تقدر دير سيزير 1000 مو على مي جو سي با مو 10 مينوت دون لي 10 مينوت ou là dans les 5 minutes, je suis maintenant capable d'accueillir plusieurs clients au même moment, tout en répondant au téléphone. Donc, je suis capable valider ou d'organiser de façon optimale l'agenda du directeur. Donc, hadouk تستعمل دي فيرب داكسيون اللي كتقول شنو تعلمتي كونكريتمون، ها هما كانوا هادو دي تاش، ولكن هادوك لي تاش اش وصلوا لك كوم كومبيتونس. يعني تعلمت مثلا في لا ميسيون قلت كندير لا سيزي دي دوكيومون، اشنو الحاجه اللي توصلت ليها من بعد لا كومبيتونس اللي ولات عندي، انني وليت جو سوي كابابل دو سيزير رابيدمون لي دوكيومون غراس ا مثلا ما كاباسيتي ا سيزير 7000 مو في واحد لي 5 مينوت مثلا etc. etc. Donc, j'énumère mes compétences. Comme dire, le café est le lieu où les gens disent, les gens ne sont pas les mêmes. La colonne telle, je nous peux dire, j'ai développé ou exploité des qualités ou des défauts suivants. C'est-à-dire, la colonne telle, je vais vous dire, les choses qui sont personnelles.
للحاجات اللي هي بيرسونيل، يعني المزايا الشخصيه اللي تعلمتيها. شنو تعلمت؟ مثلا تعلمت لو ترافاي اون ايكيب، وليت كنقدر نخدم اون ايكيب. تعلمت لورغانيزاسيون، جو سوي ماتنون دوفني اون بيرسون اللي منظمه في الشغل ديالها. تعلمت ولا عندي لو سونس دي بريوريتي، وليت كنعرف الاولويات، شنو الحاجه اللي خاصني نبدا بها وشنو الحاجه اللي باغي نديرها. تعلمت لا رياكتيفيتي، يعني وليت كنقدر نجاوب بسرعه مع الطلبات. تعلمت ليسبري دو سينتيز، يعني كيكون مثلا في اون ريونيون وانا عندي القدره انني نلخص شنو جرى في هذيك لا ريونيون اكسيتيرا. دونك هادو كنديرها بالنسبه لكل تجربه. كل تجربه كندير شنو تعلمت منها كومبيتونس، يعني في العمل شنو تعلمت منها ككومبيتونس ككفاءه، وكندير في نفس الوقت شنو تعلمت كمزايا شخصيه من هاد التجربه هذه. كيف ما قلنا كنديروها لكل تجربه. هذا هو اول تابلو كتبداو به. كنديرو هو كنديرو سكون ابيل لو كانفا، واحد الخطاطه اللي كنلخصوا فيها حياتنا. اشنو كنديرو في هذه الخطاطه هذه؟ كنشوفوا في لا كولون الاولى كاينه لو سافوار اتر. شنو لو سافوار اتر اللي عندي؟ غادي نشوف لا في سكولير ديالي، يعني في الدراسه ديالي. غادي نشوف في لا كولون الثانيه غادي ندير شنو هما اهم المراحل واهم لي رياليزاسيون، يعني الانجازات اللي حققتها في الدراسه ديالي، وغادي نكتبها. يعني غادي الا كانت شي حاجه مهمه، شي ايفينمون مهم جرى ولا شي رياليزاسيون، غنحطها في هاد لا بروميير كولون بالنسبه للحياه الدراسيه ديالي. وغادي ندير من بعد شنو هي مون اكسيون بوزيتيف وشنو هما مي اكسيون نيجاتيف، يعني في هاد لي زيفينمون اولا في هاد لي رياليزاسيون شنو الاشياء الايجابيه اللي كنت كندير وشنو الاشياء السلبيه اللي كنت كندير. مثلا في لي رياليزاسيون درت جيت انا parmi les premiers في لا ماتيير لو فرونسي مثلا. اذا غادي ندير شنو هما لي اكسيون بوزيتيف، انني كنت كنقرا دي رومون، كنت كنحاول نكومونيكي و نبراتيكي الفرونسي في لورال مع لي زامي ديالي مع لا فامي ديالي. باغ كونطخ انه مثلا في لي ماتيماتيك جيتي تري فابل، اذا غادي ندير شنو هما لاكسيون نيجاتيف، انني جو مو سونتي با انتيريسي بهذيك لا ماتيير هذيك، انني ما كنتش كنحاول نطور المهارات ديالي فيها اكسيتيرا. وفي الكولون الرابعه غندير شنو هما لي كاليتي اي لي ديفو ديالي، اذا شنو هما المزايا الشخصيه وشنو هي الاشياء اللي هي غير ايجابيه اللي كانت فيا. يعني مثلا المزايا الشخصيه نقدر نقول انني كنت اسيدو، يعني كنمشي ديما للمدرسه ديالي في الوقت، كنت كنحضر الدروس ديالي ديما. مثلا لي ديفو ديالي انني جيتي توربولون ولا برويون، يعني كندير صداع في القسم، ما كنركزش مزيان اكسيتيرا. دونك غادي ندير هذا الشيء بالنسبه لكل حاجه في اولا كل ايفينمون مهم في المرحله الدراسيه اولا في الحياه الدراسيه ديالي. نفس الشيء غادي نديرو في التجارب العمليه، يعني في حياتي العمليه سواء كانوا دي ستاج او لا اوتر، غادي ندير شنو هما الحاجات المهمه اللي جرات، وغادي ندير شنو هما لي زاكسيون وشنو هما لي كاليتي. لو ميم اكزرسيس غادي نديرو حتى في لا في افكتيف ديالي، يعني الحياه الشخصيه ديالي. غادي نشوف شنو هي العلاقه ديالي مع الناس، مع الاصدقاء، مع العائله، وغادي ندير شنو هما الحاجات اللي زوينه فيا وشنو هي الحاجات اللي خايبه فيا، وشنو هما لي زاكسيون اللي كندير زوينين وشنو لي زاكسيون اللي كندير خايبين. غادي كيف ما قلت لكم حتى لي لوازير ديالكم، يعني مثلا الا كنتي كدير غير ان سبور غادي دير شنو هما لي كاليتي ديالك. tu joues un jeu d'équipe، tu fais attention ان لي زامي ديالك il respecte quand même l'environnement etc. دونك غادي تهضر بالديتاي على لي زيفينمون المهمين في كل حاجه متعلقه بحياتك سواء دراسه او عمل او حياتك العاطفيه او حياتك الشخصيه، وغادي تحاول تشوف شنو هما المراحل المهمه في هاد لي 4 بوين، وكل مرحله شنو حققتي فيها وشنو الحاجات المزيانه اللي كنتي كدير وشنو الحاجات الخايبه اللي كنتي كدير. اذا هذا هو لو دوزيام تابلو. من بعد ملي درنا هاد لي دو تابلو كنديروا واحد لو تابلو اللي كنديروا فيه لا سينتيز، يعني كنديروا فيه الخلاصه تاع هذوك لي دو بروميير تابلو. شنو كنديروا في هاد لا سينتيز؟ كنديروا تابلو فيه جوج لي كولون، وحده فيها نقاط القوه وحده فيها نقاط الضعف.
إذا نقاط القوة غادي تقول من خلال هذاك الشيء اللي عملية الجرد اللي درتيها، غادي تشوف شنو هي الحاجات نقاط القوة ديالك. إذا نقاط القوة ديالي أنني كنفهم الناس بسرعة، أنني عندي القدرة على العمل لساعات طويلة، اكسيتيرا اكسيتيرا. إذا نقاط القوة تبدا تدير جو سوي كابابل دو، يعني أنا عندي القدرة أنني ندير كذا 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 وكذا. لي بوين في غنشوف شنو هي الاشياء اللي كانت ما كتخليني ما كننجحش وغادي حتى هي نحطها، ولكن خاصني نحطها ماشي بطريقه اللي هي تاثر عليا بطريقه غير ايجابيه، لا خاصني نحطها بانها بحيث انني نقول انا عندي القدره انني نحسن من هذه النقطه، عندي القدره انني نحسن من النقطه الثانيه اكسيتيرا. لان مهم جدا حتى الطريقه اللي كنتعاملوا بها مع نقاط الضعف ديالنا، الا تعاملنا بها على انها شيء مسلم وما نقدروش نغيروه غادي تجيب لنا الاحباط، اما الا تعاملنا معها من ناحيه انني عندي القدرة أنني نغيرها، إذا غادي نكون متأكدين أنني غادي نكون كابابل أنني نغيرها. إذا هذا لو تابلو لو تخوازيم تابلو غادي تكون فيه خلاصة ديال لي دو بخومي. إذا من بعد هذا لو تابلو غادي نكونوا قمنا بعملية الجرد ديال لي كومبيتونس ديالنا، وعرفنا شنو هما نقاط القوة ونقاط الضعف ديالنا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الشخصية. اذا هكذا كتسالي الحلقه ديالنا. في الحلقه المقبله غادي نكملوا مع لو بيلون دي كومبيتونس المراحل الاخرى، باش تكونوا قادرين على انكم تلقاو العمل المناسب. كنتمنى لكم يوم سعيد والى اللقاء في الحلقه المقبله باذن الله.